انت تاجر فضايح، وهل من الشهامة يا سعد تاخد كاميرا وتصور ابو بوسي وهو بيتكلم عنها؟ الاعلامية بسمة وهبة بتحرك سعد الصغير على الهواء، مش هتصدق اللي قالته. رد مفاجئ منه. جدل كبير اتسببت فيه الاعلامية بسمة وهبة في الساعات اللي فاتت بعد ما كشفت مفاجأة عن سعد الصغير، وقالت بسمة في استضافتها لسعد وكلامه عن ازمته مع بوسي: هل من الشهامة يا سعد تاخد كاميرا وتزور ابو المطربة بوسي في بيته ليحكي عنها بسوء؟ ورد سعد وقال ان لقائه مع والد المطربة بوسي ليس للحكي عن بوسي بسوء، وده دليل ان حضرتك ما اتفرجتيش على البرنامج. في المقابل قالت بسمة لسعد: انت حسستني انك مذيع، لكن سعد قال ان هو واجه ابو بوسي بالاخطاء اللي كان بيرتكبها في حقها، زي ان بوسي كانت عايزة انه ينفق عليها زي اي اب مسؤول، ولكن والدها كان بينفق ماله على الخمور وغيره. وقال ابو بوسي: اريد ان بوسي تسامحني ونتصالح. لكن بسمة فاجأت سعد وقالت له: انت يا سعد تاجر فضايح. لكن سعد رد وقال: لو على الفضايح اختها كلمتني وقالت فين ال 250 الف جنيه اللي مع سعد الصغير. سعد كمان قال ان بتربطه باسرة المطربة الشعبية بوسي علاقات قوية، وده اللي دفعه للتدخل من اجل حل المشكلة بينها وبين والدها. كنا بنخلص شغل الهرم وبننام عند بوسي لان عندها فيلا بدورين. بوسي اتصلت بيا وقالت لي: الحقني، وليد فطين ممضيني على 28 ايصال امانة، ورحت لها المحكمة وهي عليها 30 ايصال امانة. بوسي راحت جابت فطين كتفته وجابت ناس وضربته 13 مرة بالشبشب على وشه. الراجل كان ليه 4 مليون جنيه، اديته مليون جنيه وبعد كده اتحبس. ما كانش المفروض تحبسه. واقول ان بوسي هي اللي حبست وليد فطين، واعترفت انها هي اللي حبسته قدام السبكي والليسي. كمان كشف سعد مفاجأة وقال: بوسي ما سمحتش ابوها قبل ما يموت، وابوها حتى لو عمل فيها ايه، كل اللي طلبناه منها تيجي تفرح ابوها وتقعد معاه، وما رضيتش ترد عليا اصلا. ابوها كان عايز 4000 جنيه علشان يعمل عمليه ميه بيضة، ورفضت تبعت له فلوس. وقال سعد انه تدخل بين المطربه الشعبيه بوسي ووالدها علشان تقول له: يابا انا سامحتك. وقال سعد: قلت لوالدها انت تسببت في ايذاء بوسي، ما كانتش لاقيه تاكل وانت بتروح تسهر والواحد مش عايز يتكلم، وكنت عاوز اصلحهم على بعض. ابوها غلط في حقها، لكن والمصحف ما كانت بتبعت له جنيه، ولا كانت بتدي لاخواتها حاجه، واشترت له ب 250 الف جنيه تكييف وشاشات وغيرها، وده من متبرع فاعل خير لانه كان عايش في خرابه. ولو هو تمام وعندها دم تطلع ال 250 الف جنيه لله، ولو هو تمام وعندها دم تطلع ال 250 الف جنيه لله.